ننتقل مباشرة عبر زوم أيضا إلى النائب في اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ للوقوف معه على موقف جملات وموضوع التسوية وما هو مرتقب من اللقاء أيضا المتوقع انعقاده اليوم في بعبدة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل عون. أستاذ فيصل صباح الخير. صباح الخير لكل ضيوفك، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك استاذ فيصل. كل الانظار تتجه الى بعبده اليوم وهذا اللقاء المرتقب، خصوصا بعد التحويله الجملاطيه الاخيره المتمثله بذهابه الى بعبده للنائب السابق والي جملاط وكلامه عن التسويه وعن ان الارقام لم تعد مهمه، وبعدما سمعناه من استياء وعتب حريري على جملاط. اولا، ما الذي تقوله بشأن لقاء اليوم يعني في ضوء كل هذه المعطيات المستجدة؟ هل أنتم متفائلون بإمكانية التوافق؟ يعني واضح أنه بعض الأمور بمكان اللي انتركت عليه بآخر اجتماع، يعني بعض الخلاف قائم على موضوع العدد وبالتالي على الثلث المعطل، بعض قائم على وزارة العدل وعلى وزارة الداخلية، فبالتالي لا، ما صار في اختراق للواقع السلبي اللي كانت عليه تشكيل الحكومة. أما بموضوع الاستدارة، بس لأنك حكيتيها بالنسبة للسيد وليد جملاط، نعم. يعني بالأخير هو وضح بلقاء بعبد على أثر لقاء بعبد أنه منه بصدد لا مبادرة ولا وساطة، بمعنى كان بصدد نقل وجهة نظره المتخوف من ما وصل إليه الوضع، إن كان على الصعيد الاجتماعي على الصعيد المعيشي، ونحن شفنا الناس كيف عم يتخانقوا بالسوبر ماركت على الزيت وعلى الرز. هذا منظر لا يليق في اللبنانيين، لا يليق بلبنان، وبالتالي هذا الخوف أدينا لنطالب بتنازلات. يعني اللي عم يعمله السيد وليد جملاط هو مطالبة الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية بالتنازل لأجل التسوية. يعني عم يطالب. هل هذا هو الخوف فقط؟ هل هذا هو الخوف فقط أم أيضا خشية جملاط من أمور أخرى، خصوصا وأنه هذا الموقف جاء بعد كلام السيد نصر الله الأخير؟ هل هناك ما أخافه في كلام السيد نصر الله بالسياسة؟ نحن ما في شيء بيخوفنا بالشخصي أو كحزب أو كأشخاص، ما في شيء بيخوفنا. نحن بنخاف على البلد، بنخاف على لبنان. يعني امبارح سمعنا عبر شاشتكم كمان معالي وزير الداخلية وصرخته بموضوع الأمن وبأنه الأمن وين صار بخطورته وبتفلته، وبالتالي يعني نحن خايفانين على لبنان وليس خايفانين من شيء. يعني بالآخر الحمد لله ناسنا حدنا ونحن موجودين، بس انما ما بنعتبر انه السياسه هي فقط سياسه على طول بدنا نفكر بالمكاسب وبدنا نفكر بوزراء اضافيين والوزير بالزايد والنائب بالزايد. يعني بيجي احيانا لابد من التنازل، وهذا التنازل لا يكون لصالح افرقاء اخرين، التنازل يكون لصالح البلد، لصالح الناس. يعني الى متى بدنا نضل نتفرج على الناس الموجوعه وما نعمل شيء ونضل نعمل حسابات شخصية وحسابات حزبية وفئوية؟ من هون اجى هذا التنازل لا يجعل جملاط في اصطفاف جديد؟ لا، نحن ما امام اصطفاف ابدا، وراحوا الرفيقين غازي العريضي وائل فعور عملوا زيارة ويمكن زيارتين للرئيس الحريري، وكانوا واضحين بموقف رئيس الحزب التقدمي وزاروا الرئيس بري والجميع، وبالتالي نحن عم يحاول الرئيس جملاط انه يطلع الوضع من حاله الدوران بدائره مغلقه. طيب يعني استاذ فيصل بشكل قاتل. يعني نعم، سؤال ايضا هون منطقي، انه ذهب المفادان لاحقا لتوضيح الموقف، وسمعنا انه الحريري فوجئ وحتى الرئيس بري فوجئ بموقف جملاط، لماذا لم تحصل هذه الزيارات وهذه الايضاحات قبل؟ لماذا لم تنسق مع الحلفاء قبل الاقدام عليها؟ لماذا فاجأ جملاط حلفائه بهذا الموقف؟ انا بذكر انه لا، صار في زياره للرئيس وليد جملاط للشيخ سعد الحريري قبل زياره بعبده. هل حكوا بهذه التفاصيل ولا لا؟ هذه بيبقى للشان يحددوها، وانما لا، بالاعلام كنا واضحين، وانا كنت بمقابله قبل النهار وضحت، وكل رفاقنا عم بيوضحوا انه دعوتنا ودعوه وليد جملاط هي للتنازل للتسويه. ما بيجوز نضلنا متجاهلين ما يحصل في لبنان على المستوى المعيشي وعلى المستوى الاقتصادي، لابد من الذهاب إلى التسوية.
والتسوية رح تكون مربحة للجميع. يعني بالأخير الموجوعين مش ما بيتبعوا لحزب دون آخر أو لطائفة دون أخرى أو لمنطقة دون أخرى. وضح السيد حسن أنه حتى ببيئته منه مرتاح، يعني حتى ببيئته وضع الاقتصادي بالوقت اللي اللبنانيين الآخرين معتبرين أنه ما عنده مشكلة ومرتاح، لا أسبق يعني أظهر أنه منه مرتاحين. 80% من بيئته لا تتقاضى رواتب، وال20% لا يتقاضون كلهم بالدولار، وبالتالي الوجع عامم جميع اللبنانيين، ولابد من التنازل، لابد من إيجاد حلول، والعالم ناطرنا. هلا طبعا يبقى نحن ما متمسكين بأي عدد للحكومة، قلنا فلتكن 18 20 حتى 24، يعني المهم يكونوا متفقين الرئيسين عليها. يعني يبقى بالأخير التنازل الأكبر مطلوب والتسوية من الرئيسين اللي معهم حق التوقيع على هذه الحكومة. طبعا لابد من هذه الحكومة تصدر تكون مواكبة للمطالب الدولية لنقدر ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة بدء الإصلاح وبدء الإنقاذ الحقيقي، بدءا بصندوق النقد الدولي إلى سادر إلى الفتاح على العالم العربي. وبالتالي طبعا الحكومة، نحن ما يعنينا في الحكومة حسب تقدم لقائية مهمة هذه الحكومة، شو بدها تكون مهمتها، شو أهدافها. فإذا كانت الأهداف والمهمة واضحة، ما علينا نتنازل شوي بموضوع العدد، نتنازل بموضوع مين بيعطي، ولكن يعني هذا التنازل لا يعني الابتعاد عن المبادرة الفرنسية وعن جوهر هذه المبادرة بالنسبة لجنبلاط. لا، لابد من التنازل يكون لصالح المبادرة الفرنسية اللي هي مهتمة بلبنان. واليوم وزير خارجية فرنسا باجتماع الاتحاد الأوروبي، هو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عم بيكون واضح أنه ما بيسوى نترك كأوروبا لبنان، ما لازم نتركه يوقع، لبنان لازم نوقف حده. وبالتالي لا، الاهتمام الفرنسي والأوروبي لازم نواكبه، ولازم هذه الحكومة تكون تحت هذه عنوان هذه المبادرة اللي هي لمصلحة لبنان ولمصلحة شراكة مع لبنان وليست على نعم. ولكن التنازل الذي أقدم عليه جنبلاط ويعني دعمه للتسوية لا يبدو أنه سينتج، يعني بحسب ما قلت حضرتك ببداية هذا الحوار أنه لا يبدو بالمعطيات أنه اليوم هناك احتمال لأن تتشكل حكومة وأن يحصل توافق. ولطالما قال جنبلاط وقلتم جميعا كلقاء ديمقراطي أنه أزمة تشكيل الحكومة والتعطيل الأساسي هو في بعبدة وتحديدا عند جبران باسيل، يعني هذا كان خطابكم على مدى الأشهر والأسابيع الماضية، وأنه القطب المخفي هي أنه يراد أن يتأمن مستقبل ولي العهد، هذا تعبيركم وهذا ما استخدمتموه. مشان هيك طيب اليوم هيك يعني أين أصبحت هذه المواقف؟ يعني طالما التعطيل بالنسبة لكم كان في بعبدة. صحيح، مشان هيك عم نطالب بدل ما يكون فقط عبر وسائل الإعلام، عم نطالب بالزيارة المباشرة للرئيس والجبلاط، باللقاءات المباشرة، عم نطالب بتنازل كمان من رئيس الجمهورية. مش هيك قلنا التنازل لا يكون من جهة واحدة، يكون من الجهتين. وهذا التنازل فحواه الثلث المعطل، انه ماشي الحال بلا الثلث المعطل، فحواه التقارب مع رئيس الحكومة، ونحن يعني ما منا بصدد خطوة بعكس رئيس الحكومة. نحن نصحنا، والرئيس وجبات قال على من على منبر بعبدة انه انا بلغت، اشهد اني بلغت، ما قال لها وقال لدي منا مبادرة وهذه ليست وساطة، أنا بحكي للتاريخ أنه الوضع هيك هيك، وكان صريح مع فخامة الرئيس وكان الجو إيجابي وكان هذا، وإنما ليس على حساب الرئيس سعد الحريري. نحن ندعو الرئيسين إلى اتخاذ القرار التاريخي الوطني لإنقاذ لبنان والانتقال إلى مرحلة إنقاذ الاقتصاد، مرحلة الإصلاح، مرحلة الانفتاح على العالم وعلى العرب وعلى الجميع. نعم. طيب أستاذ فيصل، اليوم معلومات جريدة الأنباء الكويتية قالت أنه التسوية الجنبلاطية، يعني بحسب التعبير يلي استخدمته الجريدة، يقضي بلقاء بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وأنه يبدو أنه لقاء من هذا النوع سيعقد في القصر الجمهوري وليس شرطا تظهيره على الإعلام. هل هناك فعلا مسعى لجمع الحريري مع باسيل من قبل جنبلاط؟ لكن نحن لا ندخل بهذه التفاصيل صراحه، يعني رئيس جنبلاط ما دخل بتفاصيل بالاليات التنفيذيه اللي ما بدي اسميها مبادره، لخطوته الخطوه السياسيه الكبيره اللي قام فيها. يبقى انه الرئيس بري عم يلعب دور بهذا الموضوع، وكان عنده مبادره واضحه ما لم يستفد منها. اللواء ابراهيم عم يلعب دور تفصيلي لوجستي كمان مع عنوان سياسي واضح، وبالتالي في أفرقاء آخرين ممكن يلعبوا هذا الدور. نحن اللي عمله والجملات عم بيشجع
على الطلاقي، عم بيشجع على التنازل في سبيل تسوية وليس التنازل من واحد للتاني، التنازل لأجل لبنان. ما في زوم نحكي، أنا هلأ عم بحكيك ظهرت من اجتماع لجنة مشتركة، جيت على مكتبي يعني مكتبي مدمر، إذا بتشوفي برملك الكاميرا بتشوفي مكتبنا، نحن قاعدين نواب بلا مكاتب، مكاتب مدمرة من انفجار آب، يعني شو بعد ناطرين؟ يعني إلى متى ناطرين؟ صرنا مضيعين 7 أشهر من انفجار آب ومن بدء المبادرة الفرنسية، كان مطلوب فقط حكومة مهمة اقتصادية اجتماعية تحطنا على سكة الحلول، على سكة الإنقاذ الاقتصادي المالي، وكل ما تأخرنا التدهور رح يزيد، الانهيار رح يزيد، والقدرة على العلاج حتزيد وحتصير موجعة أكثر. يعني نحن كل ما نزل الاحتياطي بمصرف لبنان، كل ما إعادة تشغيل الدواليب الاقتصاد أو الموتور الاقتصادي رح يكون أصعب بكثير، رح يكون مكلف وموجع أكثر للشعب اللبناني. طب ماذا هذا وجعنا، هذا خوفنا الأساس. نعم أستاذ فيصل، ماذا لو يعني فعليا لم يتم التوافق على الحكومة اليوم كما هو يعني متوقع من قبل كثيرين، وبقينا ندور في هذه الحلقة المفرغة، ما صحة المعلومات التي نسمعها منذ الأمس حتى اليوم عن نية للرئيس الحريري للاعتذار والاستقالة من مجلس النواب، وأنكم أنتم أيضا كنواب لقاء ديمقراطي ستجارونه في هذه الخطوة، هل هناك تحضير لشيء من هذا النوع أو على الأقل همس بخيار على هذا المستوى؟ لا لا منه مطروح. الواقع اليوم اللي حيحصل واضح انه اليوم لا زال الافق مغلق اليوم بالنسبه للحكومه. الاجتماع الارجحيه انه يتم الاجتماع، يضل في ربط نزاع بالاجتماع، يتحدد تاريخ ثاني، ومن هلا للتاريخ الثاني تستمر المساعي للوصول الى تسويه حكوميه، بدي اسميها تسويه حكوميه. اما موضوع الاستقاله، لا كل مصادر الرئيس حريري عم ينفي اي توجه للاعتذار، اي توجه للاستقاله مجلس النواب، ونحن منا بهالجو ابدا. يعني لم الوقت منه وقت، يعني لم يضع جملات الرئيس عون يعني باجواء سيناريوهات سيئه يمكن ان تكون بديلا. لا ابدا في حال لا الوقت هلا اصطدمنا يعني بالوقت، ليس وقت انه انهيار المزيد من المؤسسات. يعني بعد في هاي مؤسسه مجلس النواب، وهينا عم نجتمع هلا وعم نضل نجتمع، عم بدنا نحيل قوانين هالجمعه، لازم يكون في جلسه عامه كمان لعده مشاريع قوانين، وبالتالي المجلس النواب عم يجرب يعبي فراغ غياب السلطه التنفيذيه. نحن ندعو بالعكس الى الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات التشريعيه، الجيش، المؤسسات الامنيه، لانه الوضع فعلا خطير، لا يحتمل مزيد من الانهيارات والمزيد من التفتت في المؤسسات. فخطوه مثل هذه بتكون خطوه مؤذيه جدا للبنان. نعم. خلينا نروح نعمل حكومه، وخلينا نركز على البعد الاقتصادي الاجتماعي. وزير بالناقص، وزير بالزايد ما راح يغير في المعادلات وفي الموازين وفي في الاحجام القوى السياسيه. هي نصيحه، ليست مبادره، ليست وساطه، ليست تغيير موقف. سنبقى إلى جانب الرئيس حريري، نحن مش طالعين من هذا التحالف، وأنا ما عم ننصح الجميع بالتنازل. نعم أخيرا، يعني بما أنك أتيت على ذكر موقف وزير الخارجية الفرنسي والمواقف الفرنسية الأخيرة، وما كان قد قاله أيضا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بشأن تغيير المقاربة والنهج، واليوم نسمع الكثير الحديث عن عقوبات يمكن أن تفرض أوروبيا على لبنانيين، وأنتم نعرف أنكم مقربون من الفرنسيين وعلى تواصل مباشر أيضا مع الموفد الفرنسي باتريك دوريل، هل هناك معلومات جدية حول نية توجه فرنسي وأوروبي نحو فرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية؟ هلا واضح انه في صدمة فرنسية وأوروبية من أداء بعض القوى السياسية وعرقلتها لتشكيل حكومة، وعدم إحساسها أو تحسسها لما يجري بالشعب اللبناني ولما يحصل للشعب اللبناني. ونعم في تهديدات وفي تلميحات جدية بموضوع تنسيق حتى مع الأمريكي بموضوع عقوبات. هلا ما صار تحديد للزمان ولا للأسماء، وإنما واضح أنه لن يتفرج إلى الأبد، العالم ما رح يتفرج علينا إلى الأبد. في تطورات كبيرة بالمنطقة، هون بنعرج يمكن على اللقاء الروسي مع حزب الله، في حكي عن سوريا، مطالبة روسية بانسحاب كل القوى الأجنبية من سوريا بما فيها حزب الله وبما فيها الجميع. في انعكاسات رح يكون على لبنان إذا نجحت هذه المبادرة الروسية، اللي يقال أنه في تنسيق
مع الأمريكي والأوروبي فيها، في تنسيق مع العربي فيها، وبالتالي المنطقة رايحة على تغييرات كبيرة بتوازنات القوى وبتوزيع النفوذ. لازم نضبط حالنا، لازم نكون مؤسساتنا الأساسية من لا سيما مجلس وزراء، فنقدر نواكب هذه المرحلة، ما نكون نحن على طاولة المفاوضات بكرة لقمة سائغة للتسويات. خلينا نعمل تسويتنا الداخلية، نضبط وضعنا الداخلي، فنقدر نواكب ما يحصل في المنطقة وما سيحصل في الأشهر المقبلة على مستوى التسويات كبرى في المنطقة. شكرا للنائب فيصل الصايغ، عضو لقاء ديمقراطي، على هذه المقابلة.